الهدف من هذا التطبيق يا أحبة هو ربط المسلمين بحسب حاجاتهم وحسب الخدمات والفعاليات التي يقدمونها خدمة. هي عبارة عن خدمة تعرف المسلمين على ما يتم من خدمات في 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 المراكز التي ينتمون إليها، في المساجد التي يصلون فيها، يتعرفون على الخدمات والفعاليات والدروس والأمور حتى التجارية التي تتم، كي ينتفع بعضهم ببعض بما يفتح الله سبحانه وتعالى. يا حبة بتعرفوا كندا والغرب عموما، تخصيصا كندا، تقوم على ما يسمى الدايفرسيتي، تقوم على التعددية واختلاف أشكال الناس وألوانهم وثقافاتهم. والقوانين هنا تدعم بشدة أن كل كوميونيتي وكل مجموعة تبحث عن الطريقة التي تتوافق وتتصالح وتخفف من أعباء الحياة على نفسها. مسلم دو هي أداة تقدم خدمة تربط المسجد بأهله، خاصة مع موضوع كورونا. تعرف المجتمع المحيط على أوقات الصلاة، على الفعاليات، على ما يتم، على المحاضرات، الندوات، الدروس، الخدمات، بأي نوع من الخدمات. في بعض هناك في بسموه شيء تاكس كلينيك، بعض المراكز في الفود بانكس، أشياء كثيرة جدا. التعريف هذا مع الأب تو ديت أولا بأول، وربط الناس ومساعدة المراكز الإسلامية على جمع التبرعات وتعريف الناس بالخدمات وتسهيل حياتهم عليها، لأجل مثل هذه وزيادة وجد هذا التطبيق. لذلك الله يكرمكم، أحد الخدمات البسيطة اللي يقدمها هذا التطبيق هو البرامج التي ترونها، وهي محاولة إيصال كلمة الخير عبر مجموعة من الدعاء وعبر مجموعة من العلماء بما يفتح الله سبحانه وتعالى. هذا التطبيق البث في هذه البرامج حوالي 70% باللغة الإنجليزية و30% باللغة العربية. في برامجنا نحاول أن نغطي، خاصة أننا نخاطب الأطفال ونخاطب اليافعين ونخاطب المراهقين ونخاطب الكبار المتزوجين ذكورا وإناثا، آباء وأمهات إلى آخر هذا الأمر. نسألكم الدعاء ونسأل الله سبحانه وتعالى قبل ذلك التوفيق، ونرجو منكم أن تعاونوا هذا التطبيق قدر استطاع على نشره وعلى إنزاله وعلى استخدامه والحديث عنه لمن حولكم، لعلنا نتمكن بإذن الله من خدمة بعضنا البعض بما يفتح الله سبحانه وتعالى. ابقوا معنا مع سلسلة اليوم، وعندنا عدة ضيوف من أهل الخير وأهل العلم أكرمنا الله بهم، فكونوا معنا.